نبتدي بقى بايه؟ هنشوف طيب تشكيله اللي متعود عليها يلعب كابتن هيثم وكابتن محمد ب يعني الحالات مش طبعا بيلعبوا 4 2 2 2 او 4 3 3 بيغير. اخر مره مباراه اللي فاتت اللي كانت امام الهلال لعب 4 2 2 2 دي. بس اللقطه دي انا جايبها عشان فكره احنا ممكن نعمل ايه كاهلي. لما الهلال خلاص جاب الجون وتراجع شويه الاولاني بدا فلامينجو يحاول يعمل بناء الكوره، بناء الكوره من تحت خالص. هو شبهنا في الحته دي، بيحاول يبني. احنا عندنا طبعا مورا. كولر بيحاول بيحب ان يبقى عنده منع ومتولي بالتحديد عشان اثنين كويره بيقولوا الكوره من تحت. صح. نفس القصه هنا، الكوره من عند السنتر باك متقدمين لحد وسط ملعبهم، هيلعبها ناحيه اليمين، هيعمل اوفرلود ناحيه اليمين. اللقطه اللي بعدها هتروح الناحيه دي، هتفضل تعمل 1 2 ناحيه اليمين بتاعتنا، انما ناحيه الشمال بتاعتهم بالظبط. ناحيه الشمال دي من ناحيه قويه جدا. دايما بيحبوا يلعبوا، هم بيحبوا يلعبوا حتى في الستاتكس بتاعت الماتش بتاع الهلال. الجانب الايسر ده هو اللي فيه كل كلها من الجانب الايسر. اليمين بتاعتنا هيبقى لتاني ماتش على التوالي، يعني جرت المصادفه ان الناحيه الشمال انت محتاج تعمل اوفر لود ناحيه اليمين عند النادي الاهلي. هتروح لارسكيتا هيعمل 1 2 لحد ما الكوره نمشي بالحالات يا شباب، هتروح هناك تاني عنده وهيقطم لجوه. هنا بقى الثلاثه دول دايما بيدرو وبربوزا كل دول دايما بيتحركوا، بيعملوا سويتش وبيجلوا بشكل عرضي ويبدلوا اماكنهم. ما تعرفش ابدا مين بربوزا، لو بادئ على الورق انه بادئ بيلعب يعني مهاجم ناحيه اليمين بيعملوا سويتش بيعكسه. مزعج جدا. دي اول واحده. ناخد اللقطه اللي بعدها، عملوا رجع كره تاني، بعدين راح نازل لبيدرو في النص. بيدرو اعتقد اللعيب كان جيرسون تقريبا، كسر خط الدفاع الثاني عند الهلال. الكره اللي بعدها خلاص بيدرو اداها له، عمل 1 2 مع جيرسون، جربوا خط الدفاع الثاني، عمل 1 2 كسروا الخط الثالث اللي واقف فيه لعيبه الهلال ثلاثه، هم الثلاثه بتوع الهلال ضربوا في كوره واحده. اللقطه اللي بعدها هنا وصل عمل 1 2 ده تقريبا كان بيدرو المهاجم عملها له بكعبه، وهنا حاول جيرسون ياخد ضربه جزاء، الحكم شاف انها فيها يعني سيميوليشن واداله انذار. دي لقطه، نفس اللقطه اتكررت بشكل ثاني اللي جه منها الهدف. نخش على اللقطات اللي بعدها. جبنا الهدف، بيدرو فعلا عمل سويتش اهو، عامل سويتش اهو اهو، بدلوا مع بعض. ارسكيتا مين اللي قاطم هنا؟ ارسكيتا خد الاثنين بتوع الهلال معاه. ومين اللي في البوكيت او في الحته الزون ده لوحده؟ معلش اللقطه اللي فاتت يا شباب، مين ده؟ مين اللي جاي سبعه ده؟ مين سبعه؟ رقم سبعه ده ريبيريو. هو ده ده لو جايب دايما جايب وشه، ده كابتن الفرقه. ده لا وبص بص بص يعني بيدرو هو بيعمل سويتش، باصص بعينه أدي. عارف وفضه بقى ورايح اهو. يعني بص بربوزه وقف، هو عارف الثاني هيقطع خلاص، عمل دربات الخط الدفاع، عمل دربات الخط الدفاع، راح ارسكيتا جه قطم للنص. الكره اللي بعدها يا شباب هنا بقى بص الحته دي، مساحه خاليه، اي مساحه خاليه جدا كبير. اي حد على البوكت خلاص، مهرجان اهداف. لكن اتلعبت هنا بقى مين اللي جه؟ الكره اللي بعدها يا شباب، ميسيونز اللي عمل الغلطه الكارثيه بتاع ضربه الجزاء الاولانيه. هو اللي اتقدم، اللي هو الباك اليمين طلع لحد هنا وادى الكوره في المساحه الخاليه خالص من رقابه لعيبه الهلال اللي اتكتلوا هنا، عملوا هنا خافوا من الشوطه، خافوا من الشوطه وكلهم اتكتلوا في حته واحده. كان في سوء تمركز، راحت لبيدرو جاب الهدف، وكمان طبعا غطي الاوفسايد ب 2 3 متر، فما عندوش الاثنين مغطيين. هم كفرقه في يعني هم كفرقه هم بيحبوا اللقطه دي. هي اللقطه دي هم بيحبوا زي ما هو قال كده بيكرروها. يعني هم هنا حاولوا مره يكرروا ناحيه الشمال بتاعتهم بس ما عرفوش، فراح مكرره على الناحيه الثانيه. التجميعه ان هو يجيب اكتر من مره، يعني هو جاي بص خط دفاع الهلال جمعهم كلهم جنب بعض وهو سرح وراهم، واول ما الكره جات له شاطها على طول. فهي دي الفكره، ان احنا المشكله اللي ممكن المشكله اللي ممكن تقابل الاهلي في الماتش بتاع بكره، ان احنا لا ده الماتش الرابع لينا في 11 يوم مع فارق مستويات، مع ماتش ريال مدريد البدني بتاعك وصل لاعلى حاجه، هو لاعب ماتش واحد يا جلبرتو، وهو لاعب ماتش واحد وماتش واحد ايه ده، هو خسرانه فهو جاي عايز يعوض، عايز بالظبط كده. وحتى طب شايف خط الدفاع محتاج هنا ايه بقى؟ يعني عندنا خط روتيشن. الدفاع هل محتاج ان يحصل روتيشن؟ ممكن يحصل روتيشن ولا هل انا بالنسبه لي كابتن هيثم اعتقد خط الظهر ما يحصلش فيه اي حاجه الا لو كان متولي مجهد او كده. وطبعا كولر اذكى بكتير من انه يقول مثلا لاعب معين كان ما كانش في يومه او كده، كل الفرقه بنلعب كرجل واحد يعني. لكن طب مين ممكن يكون ياسر؟ طبعا 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 لازم هيبدا مروان عطيه لانه سوليه تاكد غيابه. سوليه وبشوف ان المباراه دي الافيد ان احنا نلعب بثلاثه. يعني انا عارف ان قفشه طبعا بدا المباراه اللي فاتت، لكن ممكن قفشه ياخد في الشوط الثاني. الافيد ان احنا نلعب بثلاثه بتوعنا، ديانج ومروان. شايف ممكن يبتدي بحمدي فتحي في البدايه زي حمدي فتحي وديانج ومروان عطيه، انا شايف ان الانسب قدام حسين الشحات طبعا ما تالق المفرد، اعتقد انه هيبدا. ناحيه الشمال هي اعتقد لازم يبقى فيها تغيير. طاهر وجوده مهم جدا بدنيا، وكمان عبد القادر لعب مباراه كامله، عبد القادر ما طلعش ما ريحش. حسين الشحات طلع في الدقيقه 70 تقريبا، حسين الشحات ريح شويه، عبد القادر ما ارتاحش، وحسين الشحات ما لعبش ماتش. حسين الشحات بيلعب في ناحيه اليمين،
حسين الشحات هيبقى عنده شمالهم هم هيبقى عليه ضغط والهجوم كله من ناحيته. طب اقول لك على حاجه بغض النظر عن النتيجه، بالك هيبقى في واجبات دفاعيه. هل بغض النظر عن النتيجه، وطبعا احنا لحد الدقيقه 92 نتيجه 2-1 يعني صحيح، والجونين اللي للاسف دخلوا، هل جونيور ظهر بال يعني هو كان الكارت الارهاب اللي احنا خايفين منه؟ انت الاوفرلود كنت عامل ناحيه مين؟ وتالق هاني المبدع مبدع تقريبا منع 70% من خطوره جونيور صحيح، فالاوفرلود يعني اعتقد كان في نجاح كبير جدا في وجود هاني وحسين شحات ناحيه اليمين، واعتقد هيقدروا يقفلوا على الجبهه اليسرى. متهيألي تاكيد لكلامك خير وسيله دفاع الهجوم، يعني انت لو بتهاجم فهو هيبقى الامن منك، وهو يعني مش هيهجم بالشكل ده، انت لو بتتراجع هو هيهجم. فلامينجو زي ما اسر قال هو عندهم حته، هو فريق بيفك بسرعه، فانت لو قدرت تعمل له لمحه كده ان انت تخضه، يعني الهلال خضوم.